بارطاجي وعافاكم بارطاجي، والسلام عليكم. لا دخل شي واحد يبارطاجي. مرحبا بكم اعزائي. نطلعي بارطاجي عافاكم. شكرا شكرا لكم بزاف. انا كنبارطاجي دوري. اكيد دابا تكونوا في الفراش ديالكم غتحسوا بالاسترخاء، وهذا هو الهدف من حصة التأمل، تأمل الامتنان. مرحبا بكم جميعا، مرحبا. حصة الامتنان، مرحبا بأصحاب الأرواح العميقة، مرحبا في هذه الجلسة التأملية. مرحبا. كتسمعوا الصوت ديالي مزيان؟ مرحبا اعزائي اللي كيعجبو هاد الحصص يقولوا لي نعم، باش نبقى ندير لكم بزاف الحصص. استرخوا اعزائي، هذه هي يعني الامتنان، وهي الميديتاسيون اللي كنعالجوا بها الناس اللي عندهم التوتر والقلق. نو يا سي با جوجي سي ميديتاسيون. عليكم السلام. لا سي اون حصة الامتنان. نعاود من الاول. مرحبا باصحاب الارواح العميقة، مرحبا في هذه الجلسة التأملية الاستمتاع للتعبير عن الامتنان، الاستمتاع بكل تفاصيل الحياة الكبيرة وحتى الصغيرة. الامتنان يزيد من التناغم مع الطاقة الكونية ويرفع ترددك للأعلى لأعلى المستويات. استرخي استرخي عزيزي او عزيزتي. لحظة امتنان لكل ما لديك ولكل ما في الطريق اليك. خذ مكانا مستقلا وابتعد عن الضجيج. خذ مكانا هادئ ومريح ليساعدك على التركيز. بارطاجي عافاكم. اختر وضعية مناسبة. هذه الوضعية تكون مناسبة لك سواء الاستلقاء أو الجلوس. الأهم هو أن تكون مستريحا. استرخي استرخي عزيزي أو عزيزتي. أغمض أو أغمضي عينيك الآن. خذ نفس عميق واخرج الهواء بكل هدوء. شهيق زفير.
تكررها 3 مرات. استشعر مغادرة التوتر ومغادرة الطاقة السلبية الموجودة بداخل جسدك. استشعر الهدوء الذي يدخل في جسمك والذي يجعلك تشعر بالراحة والسكون مع كل عمليات شهيق وزفير. استمر بالتنفس بلطف. الآن حاول التركيز بأعلى نقطة من رأسك. تخيل في هذه اللحظة ضوءا منيرا يشع من أعلى رأسك إلى أخمص قدميك. اجعل أفراد وعضلات جسمك ترتاح من مجرد أن ينيرها شعاعك الذهني. استمر في التركيز على هذا الهدوء من حولك. أنت في مكان آمن في هذه اللحظة الهادئة المليئة بالسلام والسكينة. استحضر كل الأشياء التي أنت ممتن بها في حياتك. يمكنك بترديدات التوكيدات التي بداخلك أن تفعلها بصوت مسموع. كن ممتنا لهذه اللحظة ولكل اللحظات الموجودة في حياتك. أنت ممتن لكل الفرص التي تتاح إليك في حياتك. أنا ممتن لكل الهواء الذي يدخل إلى رئتي. ممتن لنبضات قلبي. ممتن للفرص التي تنتظرني هذا اليوم وكل يوم. اخترت استغلال كل لحظة تمر في حياتي. ممتن لطاقة الامتنان التي تنبعث من قلبي في هذا اليوم الجميل. ممتن لوجودي على كوكب الأرض في هذا العالم في هذا المكان. أحمد الله وأشكره دائما وأبدا. أنا ممتن لمن أكون. أنا ممتن لكل شيء لدي. الامتنان هو جزء من كياني. شكرا يا الله. أنا ممتن لما لدي وكل ما في الطريق إلي. الشكر والامتنان هو حياتي. أمتن لما لدي وأطمع دائما في المزيد. قم بالامتنان للأشخاص الذي تحبه، سواء أمك، أبوك، إخوتك، زوجك أو زوجتك، أولادك، أقاربك، كل المحيط الذي تحب وترتاح معهم. طاقة الامتنان والحب هو سر من أسرار حياتي.
دائما كنخلي لكم الوقت شويه باش تسمعوا الموسيقى الهادئه باش كترخي الاعصاب. طاقة الامتنان والحب هو سر من أسرار حياتي. كن ممتنا لهذه النعم من موقعك الخاص. عبر عن شكرك لهم لوجودهم في حياتك. خذ وقتا واستحضر موقفا الذي يجعلك تحبهم في الأساس. امتنانك لأولئك الأشخاص يزيد حبك لهم في هذه اللحظة بالذات. يا له من شعور رائع كونهم موجودون في حياتك. كم أنا محظوظة. طاقات الامتنان تجعل في روحك السعادة والبهجة والفرح والسرور. في هذه اللحظة استعد في داخلك كل ما عشته، ذكرى جميلة تذكرها أو حدث سعيد عشته في حياتك. استحضر تلك اللحظة وعشها الآن مرة أخرى بكل تفاصيلها. اترك طاقة الامتنان تملأ كل حيز من خلاياك وأنت تعيش هذه التجربة مرة أخرى. الآن استحضر شيئا ما تملكه يجعل حياتك يسيرة جميلة. قد يكون شيئا بسيطا، سريرك مثلا المريح، أو هاتفك الذي تستمتع أو تسمع من خلاله جلسة التأمل وهي جلسة الامتنان. عيش اللحظة بكل سرور. هاتفك الذي يوصلك بالعالم بأسره وأنت مستلقي في مكانك. أنا ممتن لهاتفي ولكل الأشياء التي أمتلكها في حياتي. الآن عبر عن امتنانك لكل شيء ولكل فكرة تمر في ذهنك. تجربة جميلة مثلا، حدث سعيد، أو شخص تحبه. ركز إعجابك وامتنانك أكثر فأكثر فأكثر لكل الأمور وتفاصيل الحياة الصغيرة أو الكبيرة. أنت الآن تدرك كل شيء يستحق وجوده. أنت معجزة في هذه الحياة. أنت موجود هنا عوض الملايين الأخرى. فعلا أنت معجزة، قادر على تحقيق المعجزات بالامتنان إلى الله خالق الكون والوجود. حسنا، الآن فكر في حياتك عامة. جسدك، نظرك، سمعك، الهواء النقي من حولك، تنفسك. احمد الله على كل هذه النعم التي أعطاك من دون شروط، والتي هي في طريقك الآن. أنا ممتن، أنا ممتنة.
أنا هادئ، أنا هادئة. أنا سعيد، أنا سعيدة. لك الشكر ولك الحمد يا الله. في هذه اللحظة قم بتحريك رجليك ويديك وكتفيك إذا كنت مستعدا. سأترك لك بعض اللحظات لكي تستعد وترد وعيك. افتح عينيك، كيف تشعر الآن؟ أحسن كما أظن. تصبحون على خير. شكرا للناس اللي كاينين في التعليق، وشكرا للناس ولو قليل اللي بقوا معايا في اللايف من بعد وقت النوم. شكرا لزوجي العزيز اللي كيدير ليا التكبيس حيت هو اللي كيبان لي شد معايا اللايف. شكرا لكم جميعا، أحبكم في الله. إلى اللايف المقبل إن شاء الله. وشكرا لكم والناس اللي كانوا حاضرين، مرحبا بكم، لأنني ما كنتش كنشوف بزاف التعاليق لأن ما يمكنليش. اللي قدرت نشوف راني شفته واللي يلاه دخل مرحبا به مرة أخرى حتى اللايف الجاي إن شاء الله. مرحبا أسماء، جيتي سال اخر لايف ان شاء الله، اللايف المقبل ان شاء الله. كنتمنى لكم ليله سعيده، وكنتمنى ما نكونش ثقيله على قلوبكم، وكنتمنى ان شاء الله نكون فدتكم ولو بالقليل. هذا هو الاهم من هذا اللايف اللي كندير، هاد اللايفات اللي بديت كندير. كنتمنى ندخل قلوبكم وتوسع العائله وتبارطاجيو مع الناس اللي كتعرفوا ان شاء الله. السلام عليكم.